السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر إبراهيم السيد. إن شاء الله هنكمل النهاردة شرح منهج ساينس، بس هنشرح بقى علوم بالعربي. يعني إحنا أجلنا شوية الساينس، وقفناها شوية لظروف كده معينة، وإن شاء الله هرجع تاني أكمل شرح الساينس. بس أنا حاليا بشرح منهج أولى إعدادي، المرحلة الإعدادية علوم، للي حابب يتابع معانا. إن شاء الله النهاردة هناخد الدرس رقم 2 في سنة أولى إعدادي، وهو بعنوان المركبات الكيميائية. احنا كنا المرة اللي فاتت خدنا الروابط، وخدنا ازاي نكون روابط أيونية وتساهمية، وشرحناهم بالتفصيل بأسهل طريقة خالص. فممكن اللي ما شافش الفيديوهات يرجع تاني يشوفها في القناة. طب النهاردة هناخد بقى المركبات الكيميائية، بعنوان الدرس بتاعنا النهاردة. الدرس النهاردة بعنوان المركبات الكيميائية. طيب المركبات الكيميائية هنتكلم فيها عن ايه؟ احنا الدرس الاولاني كان اسمه الاتحاد الكيميائي. الاتحاد الكيميائي ده يعني ايه؟ الاتحاد الكيميائي ده يعني عنصر رحت جاي ربطه مع عنصر، ذرة عنصر مع ذرة عنصر، عشان تكونت لي في الاخر ايه؟ مركب. بقى عنصر مع عنصر اداني ايه؟ مركب. يبقى الدرس الاولاني اتحاد، هيعملوا مع بعض اتحاد كيميائي. اهو الدرس الاولاني عمل اتحاد، الاتحاد ده نتج عنه ايه؟ نتج عنه مركب، اللي هو عنوان الدرس التاني. يبقى الدروس كلها في سنة أولى متشابكة مع بعضها. الدرس الأولاني اتحاد، الاتحاد ده نتج عنه مركب كيميائي، اللي هو عنوان الدرس التاني، مركبات الكيمياء ايه. طيب تعالوا كده بقى ناخد في المركبات الكيميائية ديت، هناخد فيها حاجة اسمها التكافؤ. يعني ايه تكافؤ؟ قال لك عدد الإلكترونات التي يفقدها أو تفقدها أو تكتسبها أو تشارك بها الذرة أثناء التفاعل الكيميائي. عدد الإلكترونات اللي بتفقدها أو بتكتسبها أو بتشارك بها الذرة أثناء التفاعل الإيه؟ الكيميائي. ازاي؟ بسهوله خالص. انا اعرف تكافؤ اي عنصر ازاي؟ بتروح جاي الاول موزعينه. يعني مثلا عايز اعرف تكافؤ الصوديوم، واحنا عندنا العناصر نوعين. فمثلا عندي الصوديوم Na₁₃، 23، انا عايز اعرف تكافؤ الصوديوم ده ايه. سهله، هنروح جايين اول حاجه خالص نعملها هتوزع لي ذره الصوديوم. الصوديوم ده هنعمل النواه زي ما اتفقنا، والتوزيع الالكتروني اللي درس كنا شرحناه برضو، اللي مش عارفه كنا شرحناه بسهوله خالص. اللي مش عارف التوزيع يرجع برضو تاني يتابعه. التوزيع كنا بنحط زائد وننقل الرقم اللي تحت زي ما هو 11، وبعدين زائد وناقص اللي هي التعادل، ونطرحهم من بعض. 23 ناقص 11 يديني 12، وبعدين اوزع، بوزع البروتونات الموجبة اللي هي اللي فوق، العدد الموج. المستوى K بياخد 2، المستوى L بياخد 8، المستوى M بياخد 1. طيب كده انا وزعت اهو. قال لك هنا ببص على المستوى الاخير، انت فيك كام يا مستوى اخير؟ هيقول لي انا فيا واحد اهو. طالما لقيت فيك واحد، انت نوعك ايه؟ انت فلز، لان احنا خدنا الفلزات في الدرس الاولاني. الفلزات بعرفها ازاي؟ بلاقي في المستوى الاخير واحد او اتنين او تلاتة الكترون. لقيت واحد او اتنين او تلاتة، تعرف ان دي فلزات. الفلزات قلنا ساعتها ايه؟ قلنا ان هي بتشحت ما تشحتش، تفقد ما تكتسبش، تدي ما تاخدش. فبما ان ده فلز هيفقد، هيفقد قد ايه؟ هيفقد واحد الكترون. فعشان كده هنقول ان الصوديوم ده اهو احادي التكافؤ، احادي التكافؤ. علل، لو قلبها لي علل، هنقول له لانه يفقد الكترون غلاف تكافؤه الخارجي اثناء التفاعل الكيميائي، لانه بيفقد الكترون واحد بس، عشان كده احادي التكافؤ. طيب تعالوا كده ناخد ذره تانية، ناخد مثلا ذره الكلور. بصوا معايا كده، كلور Cl₁₭₃₅، يلا نوزع. اول خطوه بنعملها خالص بنروح جايين رسمين النواه اهي، وبعمل موجب وانقل الرقم اللي تحت 17، وبعدين موجب وناقص، وبعدين اطلع اطرح 35 ناقص 17 اديني 18، وبعدين بروح جاي موزع. المستوى K بياخد كام؟ بياخد 2، المستوى L بياخد 8، المستوى M بياخد كام؟ 2 و8 10، 10 لما اشيلهم من ال17 يبقى عندي كام؟ يبقى عندي 7، ياخدهم من المستوى اللي بعده. طيب بعد كده ببص على المستوى الاخير، يبقى الخطوه الجديده اللي بعد كده ببص على المستوى الاخير. انت فيك كام يا عم؟ انا فيا 7. طالما لقيت فيك 7، احنا خدنا لو لقيت 5 او 6 او 7 يبقى على طول العنصر اللي قدامي ده ايه؟ لا فلز. بما انه لا فلز، قال لك لا فلزات دي شحاته، يعني تشحت ما تشحتش، تاخد ما تديش، تكتسب
ما تفقدش، قال لك دي اللي في الزاد. بما انها 7 هي عايزة توصل ل 8، فمحتاجة كام؟ محتاجة 1 الكترون، فهي هتكتسب 1 الكترون، محتاجة 1 الكترون تشحته، فاكتسبت 1 عشان تبقى كام؟ عشان تبقى 8. طب يبقى هي اكتسبت 1؟ اه اكتسبت 1 يا مستر. يبقى هنقول عليها برضو لا فلز احادي التكافؤ. ايه احادي التكافؤ؟ برضو هنقول له علي لما يجي يقول لي ليه الكلور لا فلز احادي التكافؤ، هنقول له لان ذرته بتميل اثناء التفاعل الكيميائي الى اكتساب الكترون. طب بما انه لا فلز، احنا خدنا في الدرس الاولاني ان لا فلز ممكن يدخل يعمل فقد واكتساب، وممكن يعمل مشاركة ومساهمة اللي هي عن طريق الروابط التساهمية، فإما إن هو يكتسب إلكترون وإما إن هو يشارك بإلكترون أثناء التفاعل الكيميائي، فعشان كده هو أحادي التكافؤ. أما الفلزات ليه هنا مثلا ده في 1 فقلت عليه أحادي لأنه هيفقد إلكترون. طب افترض كان في هنا 2 هقول عليه ثنائي التكافؤ لأنه فقد 2 إلكترون. طب لو في 3 هنقول ثلاثي التكافؤ، ليه؟ لأنه فقد 3 إلكترونات. طب هنا لقيت 7 اقول عليه سباعي التكافؤ؟ لا غلط، انا ماليش دعوه بالعدد الاخير اللي موجود، مش على اساسه بحكم، لا انا بشوف هو اكتسب قد ايه او فقد قد ايه. ما هو التكافؤ الالكترونات اللي اكتسبها او فقدها او شارك بيها، يبقى يكتسب يا شارك يا فقد، يكتسب يا فقد يا شارك. فهنا مش عشان 7 يبقى سباعي التكافؤ، لا ده هو عشان اكتسب 1 فقلت عليه احادي التكافؤ. هنا مش عشان في 1 فقلت عليه احادي، لا ده هو عشان فقد 1 فقلت عليه احادي التكافؤ. طب هنا لو لقيت 6 قال لك الستة محتاجة 2 تكتسب 2، اه يبقى هنقول عليه ثنائي التكافؤ. طب هنا لو لقيت 5 يبقى محتاجة 3 عشان توصل ل 8، يبقى هنقول عليه ايه؟ خماسي التكافؤ؟ لا غلط يا مستر، هنقول عليه ثلاثي التكافؤ، انا ليه بعد الالكترونات اللي اكتسبها. طيب فده كده شرح التكافؤ بعرفهم ازاي. طبعا هو ريحك خالص بقى، مش كل عنصر عايزين نعرف التكافؤ بتاعه لازم نوزعه ونعمل الموضوع ده كله، لا ده بس طريقة انا قلتها لك عشان تفهم بنجيب التكافؤ ازاي. اما بقيه العناصر هو مديها لك حفظ، مديك جداول كبيره كده في الدرس تحفظها، العناصر عناصر فلزيه وعناصر لا فلزيه، فعندك العناصر دي لازم تحفظها كويس عشان خاطر ديت هنكتب بيها الصيغه الكيميائيه. طب دلوقتي بقى على ما تحفظ لي العناصر هنكتب مع بعض الصيغه الكيميائيه. ازاي نكتب صيغه كيميائيه؟ تعالى كده نكتبها مع بعض كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كيفيه كتابه الصيغه الكيميائيه، كيفيه كتابة الصيغة الكيميائية. طبعا في قبل الصيغة الكيميائية حاجة اسمها المجموعة الذرية، برضو لازم تكون انت حافظ المجاميع الذرية دي، المجاميع الذرية دي لازم تحفظ عشان تكتب صيغة كيميائية. المجموعة الذرية سريعا قال لك هي مجموعة من الذرات لعناصر مختلفة مرتبطة مع بعضها، قال لك ذرات مختلفة، هي القلم الأزرق ذرة والأحمر ذرة والأسود ذرة، ذرات مختلفة اجتمعوا مع بعض ودخلوا في تفاعل كيميائي، بس مش كل واحد يدخل باسمه بقى، مش هنقول احمر واسمر وازرق، لا كلهم دخلوا باسم واحد، اسمهم على بعض كده المجموعه الذريه. بتسلك سلوك الذره الواحده في التفاعل الكيميائي ولها تكافؤ خاص بها ولا توجد على حاله انفراد، دي المجموعه الذريه. يبقى تاني المجموعه الذريه ايه؟ شويه ذرات، مجموعه من الذرات، اهي مجموعه من الذرات لعناصر مختلفه، اهي عنصر وعنصر وعنصر مختلفين عن بعضهم، لعناصر مختلفة مرتبطة مع بعضها، اه دي ربطت مع دي وربطت مع دي، بتسلك سلوك الذرة الواحدة في التفاعل الكيميائي ولها تكافؤ خاص بها ولا توجد على حالة انفراد، يعني ما ينفعش واحدة منهم، لا هما كلهم مع بعض كده، اسمها على بعضها كده مجموعة ذرية. طيب المجموعة الذرية برضو في عندي مجموعات لازم تعرفها وتحفظها برضو، لك عندي مجموعة اسمها مجموعة الهيدروكسيد، عندك مجموعة اسمها مجموعة النترات، مجموعة النيتريت، مجموعة البيكربونات، مجموعة الأمونيوم ودي المجموعة الوحيدة الموجبة، وبعد كده مجموعة الكبريتات ومجموعة الكربونات، وبعد كده مجموعة الأمونيوم الفوسفات. المجموعات دي لازم تتحفظ الأول عشان من خلالها نقدر نكتب صيغة كيميائية. طب تعالوا كده قبل ما هنكتب الصيغة الكيميائية نشوف المجموعات دي كده مع بعض برضو ونشوف العناصر. بصوا كده معايا على العناصر والمجموعات، نأجل الورقة دي شوية كده كده شوية، تعالوا كده اما نبص مع بعض على العناصر والمجموعات. هنيجي هنا مثلا هنكتب العناصر، عندك عنصر اسمه عنصر الصوديوم اللي هو Na، بوتاسيوم ليثيوم، ليثيوم صوديوم بوتاسيوم، فضة، Ag. كل ده هم الـ4 عناصر دول هنقول عليهم فلزات أحادية التكافؤ.
طب عندك بعد كده مغنيسيوم، كالسيوم، خرسين، زئبق اللي هو اتش جي، رصاص اللي هو بي بي. الخمسة ده هم اي حاجة من دي تقابلك هتقول عليها فلزات، نوعها ايه الاول، نوعها فلزات، مالها ثنائية التكافؤ. طب عندك بعد كده الالومنيوم والذهب اللي هو ايو، الاتنين دول اي حاجة تقابلك منهم هنقول عليها فلزات ثلاثية الايه التكافؤ. في عندك فلزات لها اكتر من، يبقى كل اللي انا قلته ده سنة اولى دي كلها فلزات، دي كلها نوعها ايه فلزات، دي فلزات ودي فلزات، بس دي فلزات احادية التكافؤ، صوديوم، بوتاسيوم، ليثيوم، فضة، مغنيسيوم، كالسيوم، خرسين، زئبق، رصاص، دي ثنائية التكافؤ، ألومنيوم، ذهب، ثلاثية التكافؤ. في عندي فلزات لها أكتر من تكافؤ، فعندك مثلا الحديد اللي هو اف اي، ده ثنائي وثلاثي، ثنائي اسمه حديدوز بالزين، وثلاثي اسمه حديديك. يبقى حديدوز حديديك، الثنائي منه اسمه حديدوز، الثلاثي منه اسمه حديدي، ماشي كده. وعندك النحاس اللي هو السي يو، ده برضه له تكافؤين احادي وثنائي، وهنعرف ازاي نكتب الصيغ بيه. طب دي كده بالنسبه للفلزات. طب تعالوا كده ناخد اللا فلزات. اللا فلزات بيبقى اغلبها غازات، ماشي كده، زي ايه مثلا؟ عندك الهيدروجين، البروم، الكلور، البروم، بروم ده سائل طبعا، الهيدروجين والكلور والبروم واليود، اليود ده صلب. عندك دهم الهيدروجين والفلور والكلور والبروم واليود، كل دهم الخمسة دهم هنقول عليهم لا فلزات أحادية التكافؤ، لا فلزات أحادية. عندك الأكسجين ده ثنائي التكافؤ، لا فلز برضه. عندك بعد كده الكربون اللي هو سي، ده رباعي التكافؤ. عندك النيتروجين والفسفور، الاتنين ده هما لهم تكافؤين اتنين، ثلاثي وخماسي. عندك بعد كده اللي هو الكبريت اس، له تلات تكافؤات، ثنائي ورباعي وثلاثي، مش كده؟ طيب بعد كده بندخل على تالت حاجة عندنا اللي هي المجموعات الذرية، المجموعات الذرية. المجموعات الذرية دي مهمة جدا ولازم تحفظها كويس في السنة الأولى عشان هتحتاجها تاني في سنة تالتة إعدادي إن شاء الله. المجموعات الذرية دي اللي هي إيه؟ عندي رقم واحد مجموعة اسمها مجموعة الهيدروكسيد. مجموعة الهيدروكسيد دي اللي هي رمزها OH، تبقى أنت عارف الرمز بتاعها كده وعليها إشارة واحدة سالبة، يعني ده تكافؤها، يعني معناها أحادية التكافؤ. رقم اتنين عندي مجموعة اسمها مجموعة النترات اللي هي رمزها NO3، تكافؤها برضو أحادية التكافؤ. عندي رقم تلاتة عندي مجموعة اسمها مجموعة النيتريت، وركز في فرق بينهم، في ناس بتلخبط بين الاتنين بتفتكرهم واحد، لا في فرق، النترات NO3 أما النيتريت NO2 وبرضو تكافؤها أحادية. رقم أربعة عندي مجموعة اسمها مجموعة البيكربونات، البيكربونات دي اللي هي HCO3 برضو أحادية التكافؤ. عندي خمس حاجة مجموعة الأمونيوم، ودي مجموعة الأمونيوم دي اللي هي رمزها NH4، ودي المجموعة الوحيدة الموجبة NH4، ودي الوحيدة الموجبة، بص انا حطيت عليها زائد اهي، الباقي كله سالب 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 الا ده الموجب. دول كلهم الخمس مجموعات دول كلها احادية التكافؤ. طب ندخل بعد كده في الرقم ستة مجموعة اسمها مجموعة الكبريتات، ومجموعة اسمها مجموعة الكربونات. الكبريتات اللي هي SO4 بكتب عليها كده اهو سالب اتنين، والكربونات اللي هي CO3 بكتب عليها كده سالب اتنين، يعني معناها ثنائية التكافؤ. بعد كده تمن مجموعة والأخيرة مجموعة اسمها مجموعة الفوسفات اللي هي رمزها BO4، ودي ثلاثية التكافؤ سالب تلاتة. يبقى تاني كده بالراحة، يبقى المجموعات الذرية عندي تمن مجموعات، المجموعات دي مهمة جدا لازم تحفظ، والعناصر دي مهمة، يبقى احنا عشان نكتب صيغة كيميائية لازم تحفظ العناصر دي بتكافؤاتها سواء فلزات او لا فلزات او مجموعات ذرية.
ان شاء الله هنبدا في كتابه الصيغه الكيميائيه، هنأجلها للحصه الجايه على ما تكون انت حفظت لي الثلاث حاجات دول. يبقى النهارده انت دورك هتقعد بس تحفظ لي العناصر دي في الزئبق، عندك الصوديوم البوتاسيوم الليثيوم الفضه دول كلها احاديه، مغنيسيوم كالسيوم خرسين زئبق رصاص كل ده اهو ثنائي التكافؤ، عندك الالومنيوم والذهب دول ثلاثي التكافؤ، حديد ثنائي وثلاثي، النحاس احادي وثنائي، عندك اللي في الزيت الهيدروجين الكلور الفلور البروم اليود كل دول اللي في الزيت احادي التكافؤ، الاكسجين ثنائي التكافؤ، الكربون رباعي التكافؤ، النيتروجين والفسفور لهم تكافؤين ثلاثي وخماسي، والكبريت له ثلاث تكافؤات ثنائي ورباعي وثلاثي 2 4 6. بعد كده المجموعات الذريه ودي مهمه جدا، عندي مجموعه الهيدروكسيد رمزها او اتش لكل سائل، مجموعه النترات ان او 3 لكل سائل، مجموعه النيتريت ان او 2 لكل سائل، مجموعه البيكربونات اتش سي او 3 لكل سائل، مجموعه الامونيوم ان اتش 4 موجب دي الوحيده الموجبه، مجموعه الكبريتات بتبدا بكاف هي كبريتات يبقى اس او 2 اس او 4 لكل سالب 2 دي مجموعه ثنائيه التكافؤ، كربونات برضو بتبدا بكاف، المجموعتين اللي بيبداوا بحرف الكاف الاثنين ثنائيه التكافؤ سي او 3 لكل سالب 2، مجموعه الفوسفات بي او 4 لكل سالب 3 دي الوحيده المجموعه الثلاثيه. يبقى سهله كده، الفوسفات ثلاثيه التكافؤ والمجموعتين اللي بيبداوا بحرف الكاف ثنائيه التكافؤ واي مجموعه ثانيه تقابلك كله احاديه التكافؤ. خلاص كده، يبقى ان شاء الله انا هسيبك النهارده تذاكر العناصر ديت كويس، والحصه الجايه نكتب الصيغه الكيميائيه ان شاء الله. نكتب الصيغة الكيميائية. طيب، كان معكم مستر ابراهيم السيد. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو انت استفدت وحاسس انك ان انا قدمت حاجة مفيدة وانت استفدت منها، من فضلك لو ما سجلتش في القناة اضغط سبسكرايب للقناة، اعمل اشتراك يعني، فعل زر الجرس عشان اي فيديو جديد اضيفه يوصلك عنه اشعار، وبعمل لايك بقى يعني، مش هقول لك طبعا، انت بقى شوف انت لو استفدت اعمل لايك، ما استفدتش خلاص براحتك يعني. ولا تنسونا من صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.